السلام عليكم البنات، واش راكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير، ومرحبا بكم في القناة تاعي، ونرحب بكل اخت اشتركت وراها جديدة في القناة تاعي، ونشكر بزاف لكل اخت راها تدعمني. فوالا، هنا ما طولش انا عليكم. اليوم غادي تشوفوا معايا كيما يقول لك ميال في ميزون، العسل تاع الدار راه ناجح 100%، واللي تقدري ديري به تعسلي به القريوش، وكيما يقولوا خوتنا المغاربه الشباكيه، تعسلي به المقرود، تعسلي به الزلابيه. هنا غادي نحتاجوا، وجبت لكم بمقادير مضبوطه. فوالا، هنا عندي اولا عندي السكر، سكر عادي كيلو، في كيلو سكر غادي نديرو هنا 3 فيغ تاع الماء، 3 كيسان تاع ماء. هنا انا عبرت بهذا الكاس، جي ميزوري من هذا الكاس. فوالا، نورمالمون راه متوفر عند كل اخت في الدار، جيسبر. فوالا، 3 كيسان ماء. اذا عندك الميزان هنا، وزنت تجي 600 مليليتر تاع الماء، ولا 600 غرام مليليتر، والغرام راهم كيف كيف. فوالا، هنا عندي 3 ترونش تاع السيترون، تلت رونديلات هكا تاع الليمون. فوالا، الدور تاع حد الليمون، الدور تاع حد السيترون، هنا سادون انكو، يعطيه ذوق. واهم شيء تاني في هاد السيترون، الميل تاعنا كيما يقول لك يغارد سا كونسيستانس، جوغ ما يولي لكمش هذاك العسل اللي ابري يجمد. فوالا، هذا يقعد لكم، هذا السيترون يخلي العسل يقعد قاد بالكونسيستانس تاعه. فوالا، يقعد توجور عسل. هذه هي البنات، البنات درك من السكر هذا تاعي تاع الكيلو، هنا تدو مغرف ولا زوج مغارف، انا هنا غادي ندي زوج مغارف. فوالا، من السكر تاع الكيلو هنا غادي نشعلوا النار، تاخذوا كيما هكا كاسرول تكون فريمون شويه تكون ثقيله من تحت، وهنا خلي السكر تاعي حتى اللي يتكرمل. ماذا بيكم ما تخربوش في السكر، كي يبدا يتكرمل خلوه حتى يولي كاراميليزي باش تيفيتو هذيك الكتله. فوالا، راني نرجع معكم واحد ما يتكرمل لي. هنا البنات كيما قلت لكم ما تخربوش فيه حتى يذوب. وهنا الا تبغي العسل يجيك بني، بني يكون غامق في اللون، مارون فونسي، هنا الكراميل تاعكم تخلوه يتكرمل مليح، ياخذ داك اللون، هنا ياخذ اللون مليح. فوالا، ترد ليه كاراميليزي بيان. سينو اذا تبغيه يكون لون فاتح، بني فاتح، جو ميال دوغي، هنا الكراميل تاعكم ما تخليش حتى يتكرمل بيان. فوالا، هذاك يرجع لك ليك اللون تاع العسل اللي تبغيه، انا ما غاديش نخليه اللون تاعي يجي غامق. هنا شفتو ما خربتش فيه حتى لي دابلي، انا ما غاديش نخليه ياخذ لون بني بزاف. هنا في هذه المرحله نزيد الماء، وعندكم يطير عليكم، بسم الله. فوالا، شفتو كيفاش كي نيفيتو هذيك الكتله ما يديرناش هذاك الكتل، عندي غير شويه هنا في الاطراف، نحركو هكا قد لي دوب لنا. لو كان كيبدا يتكرمل لكم وتخلطوا السكر تاعكم قبل ما يولي كاراميليزي، هذيك تولي لكم كتله، وهنا يصعب عليكم تطولوا فيه باش تذوبوا. فوالا، هنا درك نزيدوا السكر، نزيدوا كاع السكر تاعنا، بسم الله. نقعدو نخلطو البنات حتى اللي يدوب لنا السكر. هنا البنات جيست قد ما دابلي السكر، هنا نزيدو درك لي غونديل تاعنا تاع السيترون. البنات هنا حسبو له من يبدا يطبخ، بدا يغلي، حسبوا له 15 دقيقة. فوالا،
نفذت 15 دقيقة راني نطفي عليه كما راكم تشوفوا. حسبت له هنا 15 مينوت هنا نخلوه يبرد ونديروه في بوكال ولا بوت عزاج فوالا نخلوه حتى يبرد تماما ونرجع معكم باش نوريكم لا كونسيستانس تاعه كيفاش يجي. فوالا لي في كان هذا هو العسل تاع اليوم ميال في ميزون يجي ناجح 100%. كيما شفتوا تبعوني خطوه بخطوه. لا تبغوا كيما يقول لك ليجيرمون دوري الكراميل تاعكم ما تكحلوش، ولا تبغي يكون غامق في اللون تكحلي الكراميل تاعك. فوالا نشوفوا كيفاش يخرج لنا، شوفوا كيفاش يجي ما شاء الله. هنا تبغي تنكهي شويه باللو دو فلور دورونج مع زهر، دير مغرف صغيره كي يكون يطبخ وتخليه يطبخ هذيك 15 مينوت. فوالا يعطيك واحد النكهه ما شاء الله ماشي قويه، بس سورتو كي باش تعسلي الكريوش تاعك ولا المقرود ولا فوالا، وما ياخذش الوقت ويخرج لك كميه كيلو تاع السكر. انا خرج لي كيلو و 300 غرام، فوالا كيلو قريب 300 غرام يخرج لك، خير ملي تشريه برا. فوالا تخدمي في الدار يخرج لك كميه ما شاء الله. فوالا نتمنى الوصفه تاع اليوم تكون نالت الاعجاب تاعكم، ولا نالت الاعجاب تاعك. ما تنسيش اختي ديري لي لايك لا فيديو، ولو كنتي لا بروميير فوا تشوفي لا فيديو تاعي نتمنى اختي تشتركي في القناه تاعي، وما تنسيش تضغطي على الجرس باش يوصلك دائما الجديد. هذه هي البنات، نقالي نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والمره المقبله ان شاء الله. السلام عليكم.